بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذكر عين السعادات وسبب كل الخيرات ومنشور الولاية وسقال القلوب وحياتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بذكر لا إله إلا الله والاجتماع عليها، فجعل الذكر أفضل الأعمال على الإطلاق، لأن لا إخلاص بغير ذكر، فهو السبيل الأوحد لتخلية القلوب عما سوى الله وتنقيتها من رعوناتها وشهواتها وتحليتها بفضائل الأعمال ومكارم الأخلاق المحمدية. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قول لا إله إلا الله. ولا بد للذكر من مذكر ومن صحبة وجماعة، لأن صحبة الأخيار تقوي العزائم، وبالاجتماع تتآلف القلوب وتنشأ المحبة ويتحقق معية الله تعالى وملائكته، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقوله تعالى في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي التزاور إحياء للقلوب وزيادة للمحبة، لقوله تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتزاورين في. ولعل الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بالزاوية العامرة بمدار في حضرة شيخنا سيدي حمزة رضي الله عنه مناسبة للقاء بين أولئك الأفراد من بلاد شتى يجتمعون على غير أرحام ولا مصالح بينهم على ذكر الله يذكرونه وختم سلك القرآن والحديث وتعلم العلم النافع للتعرض لنفحات قدسه والتلذذ بمحبته ومحبة أكرم خلقه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الصوفي الصافي العامر بالمحبة والضيافة الكريمة لهاته الدار التي لم تزل تفتح أبوابها بالليل والنهار لطالبي الحق، وتزودهم بالزادين، زاد العلم وتربية القلوب على التقوى ومحبة الله وإطعام الطعام. محمد رسول الله، والذين معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. طريق في هذا البلد، فليتفضل سيدي عبد الحق مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوان في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Très chers frères en Dieu, c'est une joie immense d'être réunis pour la célébration de notre très saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour cette fête spirituelle, cette rencontre spirituelle, à travers laquelle nous cherchons un renouvellement de notre foi. Notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé divin venu pour avertir, pour appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le saint Coran dit « Inna arsalnaka » شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذن وسراجا منيرا. سراجا منيرا، le flambeau lumineux. C'est ainsi que le saint prophète est nommé. Ce flambeau lumineux qui est venu pour illuminer l'univers et dont la mission est de guider l'humanité entière et de manière définitive vers la lumière de la foi et de la connaissance. C'est pourquoi à cette occasion, très chers frères et mes bien-aimés, il est indispensable de renouveler notre foi ainsi que l'enseigne le saint prophète dans une parole où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Jadidu imanakum bimuliqa al-habab ». Al-habab, les bien-aimés, dont une poésie nous dit aussi « Aimer la rencontre des bien-aimés » car dans la rencontre des bien-aimés, il y a un bienfait. Ces bien-aimés, dont la rencontre produit un fruit, un bienfait, ce ne sont